بسم الله الرحمن الرحيم. إذا توقيفات عن العمل هو السلاح ديال الوزارة التعليم لمواجهة إضراب الأساتذة، وهذا هو اللي كان منتظر من طبيعة الحال، اللي كان منتظر غادي تلجأ ليه الوزارة من طبيعة الحال بعد ما فشلات في جميع العمليات ديال الوساطة اللي كانت كتقوم بها النقابات التي عبروا الأساتذة على أنها لا تمثلهم. وإذا لجأت لهذا، يعني لجأت إلى يعني السرعة القصوى كتهديد للأساتذة وتخويف للأساتذة للعودة إلى الأقسام ديالهم. إذا جاءت هذه القرارات ديال التوقيف في حق مجموعة من المناضلين ديال التنسيقيات من مجموعة من المديريات الإقليمية. جاءت هذه التوقيفات بعد دعوة وزير التربية الوطنية شكيب بن موسى، مدير الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، إلى تطبيق الفصل 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، حيث استندت المديريات الإقليمية في مراسلتها على هذا الفصل، اللي هو الفصل 75 من الظهير الشريف 58008، الصادر بالتاريخ 4 شعبان 1377، موافق ل 24 فبراير 1958، والذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسب ما وقع تغييره وتتميمه. وينص الفصل المذكور على أن الموظف الذي يتعمد الانقطاع، يعني يتعمد الانقطاع عن عمله، يعتبر في حالة ترك الوظيفة العمومية، ويعد حينئذ كما لو تخلى عن الضمانات التأديبية، غير أنه لا يمكن تفعيل الإجراءات الزجرية المرتبطة بمسطرة ترك الوظيفة العمومية إلا بعد توجيه إنذار للموظف لمطالبته باستئناف عمله يتم تذكيره فيه بالإجراءات التي سيتعرض لها في حالة عدم استئنافه لعمله داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ الإنذار. وهذا ما لم تقم به المديريات بعد توصلها بهذا بالمذكرة الوزارية. ومن طبيعة الحال فهذا القرار وهذا الإجراء التعسفي من طبيعة الحال فهو غير قانوني حسب الدستور المغربي، وبالتالي فتكون الوزارة قد صبت الزيت على النار وأدت إلى احتقان، ودفعت إلى احتقان أكثر، وتعمدت من طبيعة الحال حاضر للزمن المدرسي المتبقي، وهذا من طبيعة الحال سيكون له ما يكون في هذه السنة المنقطعة النظير. فقد كان هذا غير قراءة للفصل 75 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. من طبيعة الحال سبب هذه الأزمة من طبيعة الحال الحكومة من ورائها ومعها الوزارة ثم النقابات التي لم تبدي رغبتها أو لم تبين عن نيتها الحسنة للتفاوض عن كل فئات هذه الشغيلة التعليمية، كذلك المسؤول عنها هو الأساتذة من طبيعة الحال اللي رجعوا يخدموا بدون ما يتسنوا القيادات الموجودة في الميدان من أجل تتمين المرحلة النضالية اللي كانت من طبيعة الحال المرحلة كانت نضالات اللي هي من طبيعة الحال مشرفة وبطولية وتعكس من طبيعة الحال وعي ونضج الأستاذ النساء ورجال التعليم بصفة عامة. كان على الأساتذة اللي يستأنفوا العالم على الأقل يتسناو مخرجات على المستوى الوطني، حتى لا يمكن أن تتجرأ هذه الوزارة هذه على هذه الخطوة هذه. إذا كالأستاذ يرجع ويستأنف العمل كذلك يتحمل مسؤولية من طبيعة الحال، لأن هذه ماشي من الأخلاقيات العمل النضالي من طبيعة الحال، كما يتحمل حد لهذا النزيف هذا.